تمام. طيب اخذنا بعض الحلقات الشاذة، حاجات شاذة خالص عن القاعدة، زي ايه؟ الهمزة اذا جاءت مفتوحة ترسم على السطر اذا سبقها مد بالالف، مد بالالف، مد بالواو، واو ساكنة، مد بالالف، مد بالواو، واو ساكنة، مد بالالف، مد بالواو، واو ساكنة. ترسم الهمزة زي كلمة ايه؟ مد بالالف زي كلمة ايه؟ قراءة. قبلها مد بالالف والهمزة لازم تكون مفتوحة. تمام؟ طيب مد بالواو، وضوء، ما اقولش وضوءك، وضوء لازم الهمزة تكون مفتوحة، وضوءك ترسم على السطر. دي الحالات الشاذة، الحالات الشاذة. طيب ضوءك ترسم على السطر، ليه؟ مفتوحة وما قبلها واو ساكنة. تمام. عندي لسه كلمات، عندي طبعا، عندي حاجة بسيطة خالص، عندي كلمة ايه؟ بمشيئة الله، بمشيئة الله ترسم الهمزة على نبرة وهي مفتوحة، واحنا قلنا القاعدة بتاعت الهمزة لا ترسم الهمزة على نبرة إلا إذا كانت مكسورة أو ما قبلها مكسور. هنا ترسم على نبرة رغم أنها مفتوحة، لأن ما قبلها مد بالياء، أهو خارج عن القاعدة. وأيضا ترسم على نبرة إذا كان قبلها ياء ساكنة، وأيضا هي خارجة عن القاعدة. زي إيه؟ شيء شيئا، لا بس لازم تكون مفتوحه الهمزه، شيئا شيئا. نفتح الدفتر بتاعنا، وقبل برضه ما نفتح الدفتر وناخد املاء، مراجعه سريعه للهمزه المتطرفه. الهمزه المتطرفه، تاتي الهمزه المتطرفه، احنا عندنا ايه اصلا في اللغه العربيه؟ حركات ومدود، مد بالالف، مد بالياء، مد بالواو، مش كده؟ مد، تمام؟ فتحة، كسرة، ضمة، سكون، مش كده؟ مد بالألف، مد بالياء، مد بالواو، فتحة، كسرة، ضمة، سكون، لأن الشد حرف ساكن. سبع حاجات اهو هنقولهم دلوقتي في الهمزة المتطرفة. همزة متطرفة قلنا من قبل أنها ضيف على الكلمة، كمثال يعني أنا جيت لحضرتك في المنزل خبطت كده، حضرتك فتحت لي، تمام؟ بعد ما فتحت لي مش من حقي انا اصلا اختار المكان اللي اجلس فيه، لا، من حق صاحب البيت، صاحب البيت هو اللي من حقه يقول لي اتفضل هنا او اتفضل. نفس الكلام الهمزه المتطرفه بنعتبرها ضيف، والحرف الذي قبلها هو صاحب البيت. طب الحرف هيقعدها فين؟ حسب الحركه اللي عليه. اذا كان الحرف، ركز معايا، اذا كان الحرف مد بالالف او مد بالياء او مد بالواو وضعت الهمزه على السطر، يبقى توضع الهمزه على السطر، همزه متطرفه. وقلنا الهمزه المتطرفه ماليش دعوه بقى عليها حركه ايه، ماليش دعوه بحركتها، ماليش دعوه، ما يلزمنيش. ترسم الهمزه المتطرفه على السطر اذا سبقها مد بالالف، مد بالياء، مد بالواو، او سبقها حرف عليه سكون. عبء، ملء، دفء، تمام؟ خلاص؟ شيء، شيء. طيب يبقى انا خدت مد بالالف ومد بالواو ومد بالياء والحرف الساكن، فاضل ايه؟ فتحه وكسره وضمه. ترسم الهمزه على المتطرفه على الف اذا كان ما قبلها مفتوح، حرف اللي قبلها مفتوح، وترسم على ياء بدون نقاط اذا كان ما قبلها مكسور، وترسم على واو اذا كان ما قبلها مضموم. ادي الهمزه كلها المتوسطه والمتطرفه. حد عنده مشكله قبل ما ندي قطع املائيه؟ حد عنده مشكله يا اسيادنا قبل ما ندي قطع املائيه؟ أستاذ، عندي سؤال. اتفضلي. بالنسبة للهمزة، يعني الهمزة مفتوحة غير مر الواو ساكنة والمد بالواو والمد بالألف، ياك أستاذ؟ الهمزه المفتوحه، يعني يمكن لها تجي مفتوحة غير مرة. انت لا حددين الاول، انت بتتكلمي بهمزه متوسطه ولا متطرفه؟ متطرفة أستاذ.
مالها الهمزة المتطرفة؟ يعني قلتي لينا غتجي مفتوحة إلا لكان قبلها مد بالألف أو مد بالواو أو واو ساكنة، ياك أستاذ؟ لا انا ما قلتش مفتوحه، هي مفتوحه او مكسوره. ما قلت دي ما قلت ماليش، هو الضيف له الحق، الضيف ليس له الحق. لا صافي، أنا اللي خصني نحدد لا واش الهمزه مفتوحة أو لا المتطرفه مفتوحة. ترسم على السطر اذا سبقها مد بالالف، مد بالياء، مد بالواو، حرف ساكن. صافي أستاذ، ترسم الهمزه شكرا. المتطرفه على الف اذا سبقها مد بحرف مفتوح، وترسم الهمزه المتطرفه على واو إذا سبقها حرف مضموم، وترسم الهمزة المتطرفة على ياء إذا سبقها حرف مكسور. صافي كلام واضح أستاذ، جدا شكرا. وصريح. ها، حد عنده مشكلة؟ قول يا أستاذة دنيا. طب يا أستاذ، يعني المد بالياء ومد بالألف ومد بالواو كان أسهل بكتير من الهمزة يعني في الإملاء. والله الهمزة سهلة، لما أقول بطيء، طب بطيء دي فيها مد بإيه؟ بطيء. مد بالألف فين الألف ده؟ فين الألف بقى؟ بطيء. فين الألف؟ مد بالياء يا أستاذ. مد بالياء، والهمزة جت بعد المد بالياء، ترسم على السطر. قارئ، قارئ. الحرف اللي قبل الهمزه عليه حركه ايه يا استاذه دنيا؟ استاذه دنيا بس اللي تجاوب. قارئ. ريه يا أستاذ، الراء عليها حركه ايه؟ فتحة. لا طب اقرأ الكلمه الاول، قول الكلمه. قارئ، قاري ري قارئ ري، ايه اللي فتحها؟ كسرها. سوري كسرة. كسرة. ركزي يا أستاذة دوني، طالما عندها كسرة وجي بعدها همزة ترسم الهمزة على ياء. موضوع أسهل ما يكون، أسهل ما يكون. ناخد طب قطع انا اصلا إملائية، مش فاهمة اي حاجة خالص. ناخد قطع إملائية ونشوف الدنيا فيها إيه. نعم يا أستاذ شروق، بقولك انا مش فاهمة حاجة خالص، ما شاء الله عليك. حتى بعتلك على الواتس ما ردتش عليا. خلي الاملاء يا استاذ بسيون تكون املاء سهل عشان نعرف نكتب. حاضر، هنبدأ بإملاء سهلة. حاضر، هنبدأ بإملاء سهلة. حاضر. الإملاء اللي أنا خدتها المرة اللي فاتت يا أستاذ أنا كتبتها كلها غلط. طب قولي لي يا أستاذة شروق، المطلوب مني أنا إيه أعمله؟ تنتظري في المراجعة، لازم تنتظري في المراجعة، لأن أنا مش هبدأ. طب أنت عندك مشاكل في إيه؟ ممكن تبقى بلاش تسرديها دلوقتي، ممكن يا جماعة اللي عنده مشاكل في حاجة من غير ما يتكلم عشان ما يتقولكش إيه ده زميلي سمع. لا من غير احرام، انا اولا ما اعرفش اي حد فيكم، انا ما شفتش ولا واحد فيكم، فبالتالي انتوا برضو ما شفتوش بعض، ما فيش مشكله. اللي عنده اي مشكله في القراءه، في الحاجات اللي عدت كلها، يبعتها لي على الواتس. انا عندي مشكله في كذا وكذا وكذا وكذا، يبعتها لي على الواتس. متفقين؟ اظن الكلام ده واضح. ما بعتلك على الوصي يا أستاذ وما ردتش ابعتي لي تاني عليا. يا استاذه شروق، والكل انا بقول لك كله ومش ليك انت لوحدك. اللي عنده اي مشكله يقول لي عندي مشكله في دي وفي دي، بس في حاجات احنا اخذناها مش حاجات لسه هناخدها. طيب نبدا على بركه الله باملاء كده بسيطه، اكتبه في وسط السطر كده. عهده الحرية. عهد الحرية. من أول السطر يجب علينا
هو العهد يا استاذ فهايه. لا ما اعرفش انا بقى، عهده فهي جت جت لها ليه منين؟ عهده الياء جت لها منين اصلا؟ عهد الحرية يجب علينا ودي مشكلة الناس اللي ما بتحضرش الحصص، يقعدوا ثلاث اربع حصص ما يحضروش، نكون خدنا قاعدتين ثلاثة مراجعة على حاجة هو ما فهمش ديت فمش هيفهم اللي بعدها، دي مشكلة. عشان كده بقول يا جماعة دفعت فلوس ارجوحوا احضروا، ما انا حاضر معاكم اهو. مش عارف انت بتغيب ليه، ما اعرفش، وغيابك بيأثر عليك انت مش عليا يعني. يجب علينا اختيار، اختيار اختيار المرء، المرأة، المرأة قول من تاني كده يا أستاذ لو سمحت. اقول ايه؟ وليه اللي انت عايزاه؟ اقول ايه من الاول خالص؟ يجب علينا اختيار المرء الكفء، الكفء والمناسب، والمناسب المرء الكفء والمناسب. الذي الذي يؤمن، يؤمن بمبادئ، بمبادئ الصدق، الصدق بالدال وليست بالضاد، الصدق.
والوفاء. ويجرؤ ويجرؤ. ويجرؤ. على قول على قولي الحق. دون تلك دون تلك أو تباطؤ. تباطؤ. واخا تعاود استاذ الكلمه كاع ما سمعتها مزيان. تباطؤ. تباطؤ. وأن وأن يطبق. يطبق. العدل. دون
تمييز، تمييز. والذي يتميز، يتميز. بصدر دل وليس الضاد، بصدر. دافئ، دافئ. وعقل، بعد دافئ ايه يا استاذ؟ وعقل. متفتح، بعيد. النظري، النظري. ظا 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 النظري. كشاطئ، كشاطئ. كشاطئ. مديد، مش مديح، مديد. يستطيع، تطيع.
أن. يبرأ. يبرأ. عند. المكيدة. المكيدة. واخا تعاود أستاذ الكريمة واسمح لي. أعيد لك إيه؟ الكلمة الأخيرة؟ المكيدة. شوف الفاتحة المغربية اللي قاعدة في مصر عايزة إيه؟ المكيدة. نعيد الإملاء تاني. عهد الحرية. يجب علينا اختيار المرء الكفء. والمناسب الذي يؤمن بمبادئ الصدق والوفاء ويجرؤ على قولي الحق دون تلكؤ أو تباطؤ وأن يطبق العدل دون تمييز والذي يتميز بصدر دافئ وعقل متفتح بعيد النظر كشاطئ مديد يستطيع أن يبرأ عند المكيدة.
على المشاهدة. إن أعجبك الفيديو سجل إعجابك ولا تبخل باقتراحاتك للفيديوهات القادمة، كما لا تنسى الاشتراك في القناة لتصلك فيديوهاتنا اليومية.